صباح النور، صباح الخير. هاش اخباركم؟ كل شي بخير؟ صحيحه لاباس؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، واحوالكم طيبه. اليوم غادي نصوب معكم واحد القراشل كيجيو اقتصاديين، وراكو عارفين كيف قلت لكم من قبل كنصوب معكم هاد الحويجات هادو بمناسبه دخول مدرسي للوليدات ان شاء الله، باش نوعوا ليهم مره حريشات، مره هكايا لي مادلين، مره غاليت، مره قراشل بحال هكا باش يفطروا. راه بزاف الوليدات وبزاف الامهات كي يتشكاو من الفطور ديال الصباح، ما كيبغيوش الوليدات يفطروا، وفي التالي كيجيهم الجوع كيمشيو ياخذوا السقاطه من 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 المه من الزنقه، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. على بركه الله عندي كاس ونص ديال المدافي، عندي نص كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال الحليب توا ندفيو غير شي شويه، خمارة واحد فاني، انا غادي نزيد واحد شويه ديال القشره ديال الليمون مطحونه اللي بغاها، اللي ما بغاهاش ولا يديرها خضراء ولا الحامض دائما في التنسيم اللي بغيتوه ديروه. الحبوب كاين شويه ديال النافع وشويه ديال الزنجلان، بيضه، قبيصه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، وعندي ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده. اللي بغى يزيد ولا ينقص هذاك الشيء كيبقى من الاختيار ديالو. انا غناخذو اما من الحليب ولا من الماء، بجوج بهم لحقاش كلهم غادي ندفيوهم. غادي ناخذو نص كاس من الحليب ولا الماء، وغنديرو فيه هذا الخميره اللي عندنا، وغنزيدوه معلقه كبيره من ديك السكر اللي عندنا، يعني ما نزيدوش السكر باش يجيو انا كيجيوني هكا مزيانين، ماشي حلوين بزاف وماشي مسوسين. وغنخليو هذه الخميره تفاعل معنا واحد 3 دقائق، وغادي نعجنوهم ان شاء الله. في البول ديال العجينه درت بيضه، درت جوج معالق ديال السكر سنيده، الثالثه راني زدتها مع الخميره. غنزيد فاني، قبيصه ديال الملحه، نخلطو شويه غير شويه ماشي بالضروره، تقدو ديروا العناصر كامله في دقه واحده. غنزيد الماء، الزيت، الحليب، دوك الحبوب سخنوهم شي شويه البنات باش يعطيونا ديك النسمه اللي بغينا. صافي البنات، العناصر كلهم درتهم في البول بالخماره بالخميره الاخرى اللي درنا مع السكر، كلشي كتخلطوا غير شويه، ماشي كنطربوا بحال شكل ديال الكيكه، كتخلطوا دوك العناصر كاملين، وكنبداو نزيدوا الطحين. انا عندي يعني كيديو يعني مقادير مضبوطه، نص كيلو ديال الطحين، ديال الطحين الابيض، وكنزيدو كاس كاس. بغيتو تكملوه تزيدوه حتى هو طحين بيض ديروه، بغيتو ديرو داك الكاس كاس فينو ولا ديال الطحين الكامل اللي بغيتو البنات، راه نفس النتيجه كيجيو رائعين. انا غندير نص كيلو ديال الطحين ديال الفرس، وغنزيدو كاس ديال الدقيق الكامل، وغندير كلشي يتعجن ان شاء الله، وغادي نرجعو باش نشوفو القوام ديالو. العجينه ديالنا هي سالينها البنات، نخليوها يتضاعف الحجم ديالها في الخميره مزيان. هانتوما القوام ديالها شتو، راه كتجي خفيفه بزاف. لحقاش غنديرها انا في دوك ليمون الصغار. العجينه ديالنا هو تضاعف الحجم ديالها البنات، شتو العجينه كتجي خفيفه، ضروري من هاد الخميره الاولى يعني تضاعف الحجم ديالها مزيان. انا غادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت، وغادي نكورهم، وغنديرهم كويورات صغارين غير فهاد الليمون هادو كيعجبوني. ما كانوش البنات غتكوروهم وتحطوهم في الطاوه، غير هو ديروا واحد التباعد بعضياتهم يجيو من بعدين بعضياتهم، مع من كي يكونوا راكو عارفين مع الخميره والفران يقدروا يلتصقوا لكم بعضياتهم. ما بغيتش نطول عليكم، رانا يا كورتهم كويورات على المهم عينكم ميزانكم نتوما كيف ما بغيتوا القراش الصغار ولا كبار. انا هاد الليمون هادو راه ما قدونيش، ديما كنقول نزيد منهم، كنسى البنات عندي فيهم غير 12، هادو راه وركت عليهم شويه بصبيعاتي كي غير شي شويه باش كيجيو بحال القراش البلديين. بغيتو تخليهم غير هكاك بومبي بحال اللي درت في هادو،
هادو لحقاش العجينه بقات ليا درتهم في هادو دلي مادلين، كيخليو كيجيو بومبي بحال الشكل ديال لي مادلين. نخليهم يرتاحوا غير شي شويه البنات، غير تبدا تطلع منهم الخمره صافي، وغادي نشعل بعدا الفران نخليهم تطلع معهم الخمره شويه، وغندهنهم بالصفر ديال البيض وشويه ديال الحليب، وغادي نطيبوهم عادي البنات كيف كنطيبوا القراش. صافي البنات هاهما راه طلعت فيهم شويه الخميره، غير شي شويه ما تخليهمش عاودي يضاعف الحجم ديالهم بزاف. دهنت ليهم الوجه ديالهم بشويه ديال الحليب وشويه ديال صفر ديال البيض وشويه ديال الزنجلال. الاخرين رانا غندهنهم حتى هما نفس الطريقه، غير هما غادي ندير ليهم ما بقاش لي الزنجلان، غندير ليهم القرعه ديال الزريعه ديال القرعه هي اللي عندي هي اللي متواجده. الفران راه سخن، غادي ندخلهم للفران ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال لي بريوش ديالنا. هذا شويه فوت لي الطياب، هذا هو اللي خليته ما قرصتوش شي شويه، شتو درت زينته غير بزريعه ديال القرعه الحمراء. وهذا الاخر العادي البنات، شتو كيفاش كيجي رطيب البنات واقتصادي، راه خرج راه مازال طوا وحده اخرى في الفران البنات. انا غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا الدخلاني ديالها. ها هو البنات شتو كيجي قطن يا البنات، وخفيف واقتصادي، وكيخرج كميه كثيره، راه مازال طاوة كبيره في الفران تقريبا قد هذا القياس هذا اللي في هذا الطبيسيل هذا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ان شاء الله ويرقكم، ولا عجبكم بارطاجيوه مع الحباب ومع الصحاب. نتمنى نلقاكم في الاقتراح المجيء في اتم الصحه والعافيه. خليت لكم الراحه وبسلام عليكم في امان الله.